ما الآثار المترتبة فضيلة الشيخ على اختلاف الأمة؟ الآثار المترتبة كثيرة كلها سيئة، منها ضعف المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فالنزاع والتفرق يسبب الفشل ويسبب ضعف القوة، تسلط العدو ويوجد الإحن والأحقاد النفوس، التباغض بين المسلمين، الاختلاف فيه شر وفيه مضار عظيمة، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. نعم.